أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة من العربية نبدأها بعناوينها. مصادر العربية تكشف أن حمدوك وافق على العودة لقيادة الحكومة السودانية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة. تحذيرات دولية من اقتحام جبهة تحرير تيغراي أديس أبابا بالقوة والحكومة تسلح مواطني العاصمة. إسرائيل تستهدف بالصواريخ مقرات لحزب الله في سوريا وتعول على دعم روسيا في التصدي لميليشيات إيران. تقارير أمريكية تتحدث عن تقارب بين واشنطن وموسكو بعد سلسلة لقاءات استخباراتية وأمنية بين البلدين. أهلا بكم. البداية من السودان، حيث كشفت مصادر العربية أن رئيس الوزراء في الحكومة المقال عبدالله حمدوك وافق على العودة لقيادة الحكومة السودانية بعد سلسلة